Il y a un problème dans le projet de Bessatine Bouskoura depuis pratiquement 2014. La commercialisation du projet, elle est l'économique, le moyen stand-in et le moyen stand-in plus. Des prix différents. Tout type d'habitation a le prix. Ou tu engages un NS, elle a SS après 6 mois. فين ما كيجي واحد الفوج يشري ولا دي كليون باش يجيو يشريو كيعطيهم اون دات دو ليفريزون على 6 شهور. كيجي كتوصل 6 شهور ما كاتش حتى شي حاجه ما كتليفراك سا سوا في لو مويان في ليكونوميك في لو مويان بلوس حتى شي حاجه ما دارت من 2015. دونك وعود كاذبه من ديك الوقت حتى لتابا غيان ايتي في 6 شهور ب 6 شهور اي كليون كيجي كيشري لحد دابا 2021 دابا 6 سنين ولا 7 سنين كيجي كيشري كيعطيو ديسي 3 موا 6 موا غادي نليفريوك اي سونغاج سور دي شوز اللي ما عمرهم داروا. هذا من ناحيه التسليم بوحدو اللي هو جزء كنعتبرو انا صغير من هذا المشكل. بدينا المشروع حنا بدينا في 2017 دونك مشروع كنقولوا 3000 ابارتمون تقريبا واحد 200 ايمبل موبل دونك راه كنهضروا على حي على قدو كبير بالشوارع ديالو بالزناقي ديالو بلاسينيسمون ديالو لان كانت ارض فلاحيه ما كان فيها حتى شي حاجه. دونك مشروع كبير بحال هذا كيطلب الوقت بالاخص اذا كنا بغينا نديرو شي حاجه اللي في المستوى عاليه. المشكل الثاني هما لي بري باش باعوا للناس. كاينين دي بري كي سون تري ديفيرون انتر لي في لو ميم بروجي. كتلقى ايكونوميك ناس شارين كاين اللي شاري ب 25 كاين اللي شاري ب 35 45 دي بري ديفيرون. والمعضله الكبيره اللي في هذا الشيء هو النوار. سيد كيطالب الناس بالنوار ما كيقولهاش اكسبريسيمون بحال هكا غتعطوني النوار ولكن كي دوموندي دي شيك خاويين. كاين اللي عطاو دي شيك في سميت دي فورنيسور ديالو. كاين اللي مشى قلب في لابونك ديالو لقى دي شيك مدفوعين في سميت دي بارتيكولييي. واش دي كوميرسيو واش ناس عاديين واش عائله جو اون نو سي با. وفي لي كونطرا كيدير لهم غير لو ريست ا بيي ما كيديرش لهم لو مونطون ديال لو شيك اللي دفعوا ولا ليسبيس اون بلوس. واللي هضر على هذا الشيء كله هاد لي شيك اي ليسبيس اي مدفوعين ماشي في سميت الشركه اللي باعت راه غتهضر على تهرب الضريبي. سي اون سامبل اكسبليكاسيون لهذا الشيء. دونك كضر المواطن ها هو غادي يشري بان مونطون بواحد الثمن اللي ما مديكلاريش ليه في الكونترا ديالو وانت عارف الاحتياج ديال الناس في السكن وداك الشيء. يعني لا وقف وتزير وما لقى ما يدير راه يلفا اكسبتي هو عاطي رزقه يلفا اكسبتي. والشق الثاني انه تهرب ضريبي من الدوله. شوف شحال من مليار دابا غير ان سامبل بروجي شحال من مليار تهرب فيه على 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 الضرائب اللي خصو يخلص. هذا دون باغ. المشكل عاوتاني اللي كاين هو لي فونت ديال لي زابارتمون. شحال ديال الناس دابا باغ اكزومبل اللي كاينين لقاو لي زابارتمون ديالهم مبيوعين اون دوبلي اون تري. نديرو واحد لو سوسيال بحال الكاليتي واحد الكاليتي كبيره بزاف. يعني ب 25 مليون عندك الحق كما في المويان ستاندينغ على المساحات الخضراء عندك الحق المصاعي البيسين و لي زابارتمون كنعطيهم يعني توتالمون فيني يعني الواحد ما عندو ما يصلح لداخل كو سوسوا. اي ان بتي نومبر انا جيستيم كو ماشي ان بتي نومبر اون سونتين دو بيرسون كي سو ديبلاس شاك فوا راه ماشي غير اللي كيجيو نهار الحد هما اللي كاينين. راه كاين اللي كيجي الحد كاين اللي كيجي السبت كاين اللي كيجي الاثنين الثلاث الاربع كاين اللي كيجا في 2015 2016 2017 2018. الا جمعتي هاد الناس كلهم على مر واحد 6 سنين راه جوستومون راه غتلقى واحد 3000 ولا 4000 ولا اون سي با. وعلى القضيه اللي قال انه الناس كيجيو معاهم العائلات ديالهم راه خاص يجيو معاهم العائلات ديالهم. على شكون اللي متضرر الا ما جبتش انا معايا ولادي ولا مرتي ولا امي اللي ساكنه معايا شكون اللي غادي يجي معايا؟ علاش نجيب وحدي؟ النهار الاول اللي جيت نشري عنده جيت انا والواليد ولادي ومرتي وعطاونا الكافي وريحونا واستقبلونا كلنا في ان كرون بيرو. علاش انا نهار نطالب بالابارتمون ديالي ما نجيش معايا العائله ديالي بور كيل غيزون؟ شنو هي الحاجه قانونيه باغ اكزومبل اللي غتمنعني نجي انا والعائله ديالي باش نطالب بالابارتمون؟ كان واحد الوقت كانوا كيقولوا كاين دي بروموتور مافيو ولكن كيبان لي كاين حتى دي كليون مافيو. يعني كلشي كيتحل بالحوار ماشي بشكل
ensuite après la commune dans le ministère, je veux dire Bruno supposons ou Ahmed, il n'est pas content, il est insatisfait. Alors qu'il le Hakim, qu'il le tribunal, qu'il a autant qu'un rôle sur 3000 clients, alors qu'il y a vraiment une insatisfaction de la commune. Exactement. On ne parle pas d'une promesse d'il 3 mois, 6 mois, 1 an. Rakanadro, il a 6 ans d'il les promesses non tenues. 6 ans, c'est pas facile. Il y a des gens qui ont cherché de 2015-2014. Est-ce que c'est normal? Hadchi sans donner d'explication. D'abord, il y a une explication. Par exemple, il y a des gens qui ont cherché de la communication, le projet qui a été créé, qui a été créé, qui a été créé, qui a été créé. La moindre des choses, c'est de recevoir les gens. J'ai bout des groupes d'une vingtaine, d'une trentaine de personnes et à Etolehom, voilà, elle mouche qu'il y a neuf le projet. On a un problème sur le projet. Au moins, ben, mais qui se trouve là, je me branche et dire au mien, si quelqu'un les y a qui t'a bien, on me demande. Ou quand qui goulou corona, alors cette chira qu'un qu'bel trois ans de corona. Le tizam qui t'a bien, elle nous reste le mouche date précise, mais qui n'a chait. ما بقاش كيستقبلوا الناس كيسدوا علينا التليفون لا بغينا ندويو معاهم ولا شي حاجه كيسدوا علينا التليفون الا جينا كنلقاو البيبان مغلقه قدامنا وكيتهمونا باننا ما شريناش من عندهم اولا حنايا غير كندعيو عليهم كيدير عليك شي واحد فيهم يقول لك انا ما جيتش بالدوسي ديالي ما استقبلتش صافو استقبلوا لكن الحوار سي كون ثاني ريزولتا الا جيتي راه كان كونترا لي ماشي هو ديالي فغادي ريغولاريز لا سيتياسيون ديالك كيفاش تهضر معايا باش إذا كان عندك ان ديزيستامون كاين البروسيدور ديال ديزيستامون اللي هي ديفيني في الكونترا اللي حنا مسيرينها راه غادي تمشي تتبع الكونترا ديالك باش تطلب لي انا مثلا بلي تعطلت يطلب لي 15% سوبليمونتير تطلب لي 5% اكسترا سي با موا كي تجوجي سا دير الثقة في القضاء ديال البلاد وحط دعوة قضائية وتسنى اش غيقول واحد النقطة كان قالها الأخ وبغيت نأكد عليها أنا شخصيا حاولت نتصل بهم العديد من المرات ما كاينش حوار ما كاينش مع المتضررين ما كاينش نهائيا نقدر نقول لك واحد 99% ما كيستجبوش الحوار ديالهم علاش واش عندنا مشكل ديال الضريبه واش عندنا مشكل ديال الارض واش عندنا مشكل ديال ما بقاوش الفلوس واش عندنا هذا المشكل غير يشرح للناس اشنو المشكل اللي كاين دابا الناس عايشين في البغوياغ ما عارفينش اشنو كاين ما عارفين لحد الان دابا لحد الان غتسول اي واحد هنا من هاد الناس اللي شارين دير سونداج قول ليه شنو هو المشكل اللي كاين غيقول لك ما عرفتش انا داري عطيتهم فلوس كاين اللي مخلص لو مونطون كله لو مونطون ديال الدار كله اي بورتون ما عنده حتى شي حاجه كاين مشكل كما قلت لك في لي دوبلون اي لي فونتون تريبل هذا راه عاوتاني مشكل معضله وهذا الشيء راه اجتهاد من الناس بوحدهم باش عرفوه راه ماشي زعما لو بروموتور اللي لقى الخطا وعيط للناس فوالا راه وقع لينا غلط في السيستيم في ايغور اومين طرات شي حاجه هادشي راه اجتهاد من الناس كيحاولوا ينسقوا بعضياتهم يتجمعوا في دي جروب فيسبوك دي جروب واتساب باش يقدروا يعرفوا شنو المشكل اللي كاين لقاو دي فونتون دوبل لقاو دي فونتون تريبل اسكو سي نورمال كنخمو الناس كنخمو الاسر دونك بغينا واحد عنده مبلغ ديال 25 مليون حتى هو عنده الحق يعيش العيشة الكريمة في مكان يكون مصوب مزيان لحقو طريقو اتسيتيرا سي فغي كنسمعو شي حوايج ولكن في هاد الميدان يعني ربما مونك دو كاليتي مونك في الجودة حنا ان توكا اون ايسي دو فيغ شي حاجة تكون ترضي الناس الوغ من بين المشاكل اللي كنعانيو منها في مشروع بساتين بوسكورة كاين نقطة لا ريزيرفاسيون القانون 107/04 في هاد النقطه هادي كيقول ان لا ريزيرفاسيون ما خصهاش تفوت اجل ديال 6 شهور اللي حنا حاليا كاين اللي فاتها يمكن بخمس سنين ست سنين وهاد النقطه لحد الان باقا ما تحلاتش بعض الوعود من صاحب المشروع اشاك فوا انه غادي يبدل هاد لا ريزيرفاسيون بوعد للبيع كومبرومي دو فونت باقي ما تحلاتش هاد المده كامله إضافة إلى يا ميم با دو تيتر يا ريان دو تو الناس بغاو يشوفوا غير شهادة الملكية ديالهم داكور ما كايناش لا ليفريزون إل فا سو فيغ دون 6 موا حنا نقولوا 6 موا داكور ماشي مشكل وعيط للناس وريهم لي تيتر فونسي ديالهم ورينا شهادة الملكية هل شهادة الملكية ديالك باش تعرف لابارتمون ديالك شحال فيها من في الميتراج فين كاينة بالضبط اشنو اللي عليك اللي خصك دير
وما كاينينش لي تيتر جوسكا بريزون يا با تيتر فين هي الدار افيك كوا يفون ليفري لي جون دون اون سيمين افريل سي دون اون سيمين كيفاش غيليفري هاد الناس وما كاينش لي بيان سور لي زوتوريتي راه هما لي بروميير ريسبونسابل على 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 على, على هادشي راه هما اللي خصو يحفظوا السلامه ديال الناس ويحفظوا الممتلكات ديال الناس على ان بروموتور اللي باقي دابا 4 سنين وخمس سنين ما ليفراش الناس اشنا هو سي با على السلطه ما خصهاش تدخل خاصها تدخل دون باغ حيت الناس كيجيو باغين لي زابارتمون ديالهم وما داروا والو دوطخو باغ هما اللي عاطين الرخص باش يتبنى في الارض ديالهم داكشي ما يمكنش جماعه ولا عمله ديال بوسكولا ولا ديال النواصر عاطيه ترخيص باش تبنى 3000 ابارتمون فوق لو سول ديالها وما يوقفوش عليهم على 3000 ديال الناس اللي غيجيو هنا ما غيخلصوا ضرائب ما غيديروا حتى شي حاجه ما غيزيدوا بالاقتصاد ديال هذه المنطقه ما حتى شي حاجه صافي اون فون اون نعطيو ان تيغان il construit des maisons et après les gens sont lâchés dans la nature علاش علاش pour quelle raison problème social il y a un problème un vrai problème social راه كاينين الناس اللي ماتوا داروا لا ريزيرفاسيون ماتوا ولاو الورث اللي غيشدوا الدار كاينين الناس اللي طلقوا كاينين الدراري اللي تشردوا كاين اللي كارين ايماجين واحد قالوا ليه راه غتاخذ لابارتمون ديالك دون 6 mois باغ اكزومبل قالوا ليه غتاخذ دون 6 mois مشى هو خرج كرا كان ساكن مع دارو مشى خرج كرا جو سي با من ديك الساعه حتى لدابا هو كاري شكون اللي غيتحمل المصاريف ديال هادشي عاد باش نصبوا الاحتيال حيت كاين نصبوا الاحتيال اي بروموتور كيدخل نوار في لا ترانزاكسيون ديالو راه نصب واحتيال كينصب على المواطن حيت ما كيديكلاريش ليه لي لو مونطون ديالو وكينصب على الدوله حيت كيتهرب من الضرائب خاصه المديريه العامه للضرائب حتى هي تدخل في هادشي